رجعت شاومي بتحفة جديدة بتجمع ما بين المواصفات القوية جدا والسعر المناسب، شاومي مي 12 برو. خلينا نستعرض أهم مواصفاته ومميزاته وعيوبه وتفاصيله، تابعوني لآخر الفيديو. دي قائمة المواضيع اللي هنتكلم عليها في الفيديو اللي انتوا تقريبا بقيتوا حافظينها اكتر مني. لو عايز توصل للموضوع من دول بسرعة تقدر تلاقيه على طول في صندوق الوصف، تقدر توصل له على طول. اول حاجة الاسعار، الجهاز جاي بثلاث فئات مختلفة نفس المواصفات بالظبط، ولكن الفرق بينهم هو المساحة والرامات. الفئة الاقل 128 جيجا و8 جيجا رام جاية بسعر 730 دولار او 2700 ريال سعودي او قطري او درهم اماراتي او 11000 جنيه مصري او مليون دينار عراقي. تاني جزء في الفيديو هنفتح علبة الجهاز ونستعرض محتوياتها. علبة الجهاز بيجي على واجهتها بوكس صغير كده فيه الكتيبات الأساسية زي الكويك جايد واليوزر مانوال، وكمان بيجي الجهاز على واجهة العلبة بشكله الفخم جدا. هنتكلم عن الجهاز في الجزء الخاص بالتصميم. بيجي كمان شاحن 120 واط، أفخم شاحن أنتجته شاومي لحد النهاردة، وطبعا كابل الشحن. على عكس الشركات التانية بدون ذكر أسامي طبعا اللي بتبيع الجهاز بأكتر من 1200 دولار ومش بيحطوا شاحن على الإطلاق في العلبة، دول حاطين أفخم شاحن على الإطلاق هم أنتجوه. طبعا الشركات اللي مش هنقول اسمهم هم ايفون وسامسونج معروفة طبعا. تالت حاجة نتكلم عليها تصميم الجهاز وشكله. الجهاز من فوق فيه انفراريد بورت علشان تتحكم في التلفزيون والمكيف وغيره، وطبعا سماعة السبيكر الأساسية. من تحت مدخل السيم كارد ومدخل الشحن من نوع يو اس بي تايب سي والمايكروفون الأساسي، وكمان سماعة سبيكر إضافية. من ورا الثلاث كاميرات والفلاش، تصميم شكله عصري وشكله حلو جدا. وطبعا من اليمين الأزرار اللي بتعلي وتوطي الصوت، وكمان زرار الباور الأساسي. دي كل حاجة عن التصميم، ونتكلم على الجزء الرابع هو الجديد اللي في الجهاز ده اللي يميزه عن الاصدارات اللي فاتت. واول حاجة هو نظام التبريد الجديد اللي ابتكرته شاومي، اللي بيعتمد على الواح كبيرة جدا من المعدن اللي بتغطي سطح الجهاز بالكامل علشان تشتت الحرارة باقصى قدر ممكن. وبعيد عن الطريقة اللي استعملوها لانها ما تخصناش قوي، احنا يهمنا في الاخر النتيجة. فبعد تجارب احد اليوتيوبر ان هو يلعب ببجي لمدة طويلة وبعدين بيقيس درجة حرارة الجهاز، درجة حرارة الجهاز ما زادتش عن 33 درجة، ده يدل انه نظام التبريد بتاعهم الجديد فعال فعلا. تاني حاجة في الحاجات الجديدة اللي في الجهاز هي شاشة الجهاز الغنية جدا بالالوان والمبهرة جدا، متصممة بتقنية ال LTPO او اللو تمبريتشر بوليكريستالين اوكسايد. دي تقنية بتخلي الجهاز يقدر يغير تردد الشاشة من 120 هرتز ل 0 هرتز، بحيث انه الشاشة تكون مرنة والحركة فيها مرنة جدا، وفي نفس الوقت تكون مش بتستهلك كهرباء كتير. شاشة الجهاز بمساحة 6.7 انش بوضوح 2K، والإضاءة فيها عالية جدا بتوصل ل 1500 نتس، وكثافة بيكسل 520 بيكسل بير انش، وكمان مغطاة بأفضل طبقة حماية من جوريلا جلاس فيكتس اللي هي الإصدار السابق، وده الإصدار اللي بيقولوا إنه بيتحمل الخدوش والصدمات لحد 2 متر. كمان البصمة على الشاشة مباشرة، يعني تقريبا الشاشة فيها كل التكنولوجي الحديثة لحد النهاردة. حاجة تاني مهمة في الجهاز هي معالج الجهاز الفخم جدا، هو اخر اصدار على الاطلاق انتجته شركة كوالكوم، نوعه سناب دراجون 8 جنريشن 1. المعالج ده مبني بمعمارية 4 نانومتر، ده يدل انه معالج الجهاز كفاءته اعلى بكتير من الاصدارات اللي فاتت، وفي نفس الوقت بيستهلك بطارية اقل. بطارية الجهاز 4600 ملي امبير في الساعة، بتشحن من 0 ل 100% في 18 دقيقة فقط بفضل الشاحن الموجود في العلبة. خامس حاجة في الفيديو هنتكلم عن الكاميرات، وهنا مش هنتكلم عن الكاميرات كأرقام ومواصفات فنية قوي، هنتكلم عن جودة الصور والتقنيات الجديدة اللي فيها، وفي الجزء الأخير بتاع التفاصيل هنتكلم عن تفاصيل المواصفات الفنية. عموما الثلاث كاميرات اللي ورا كلهم 50 ميجا بكسل، بيدعموا التثبيت البصري بتكبير بصري بيوصل ل 2X، جايين بمستشعر جديد تماما من سوني اسمه IMX707، بيقولوا إن هو أكبر من الإصدار اللي فات، بيقدر يلتقط إضاءة ب 49% أكتر عن الاصدارات اللي فات. طبعا بما انه بيلتقط اضاءة اكتر معناها انه مستشعر اكبر، وبالتالي معناها الصورة اوضح. في كمان تقنية جديدة عاملينها اسمها سايبر فوكس، هي امكانية التتبع، بحيث انك انت تقدر تثبت الموبايل على جسم معين والموبايل يفضل يتتبع يعني يخلي الفوكس على الجسم ده تحديدا، زي ما انت شايف في الفيديو الدعائي اللي هم عملوه بالشكل ده. دي صور فعليا ملقوطه بكاميرات الجهاز الثلاثه، تقدر تشوف في النهار الالوان غنيه جدا، ولما كمان تقارن الوضع الليلي بكاميرا ايفون 13 برو ماكس تقدر تشوف انه الالوان غنيه في المي 12 برو. حتى في تصوير الفيديو الوضع الليلي كمان بيكون شغال وبيخلي الالوان غنيه جدا.
سادس حاجة العيوب اللي أنا شايفها على الجهاز من وجهة نظري، وهما ملاحظتين مش عيبين. أول حاجة إنه الجهاز مفيش فيه معيار إنه ضد المية، قد يكون ضد المية بس مفيش رقم زي IP68 أو كده. تاني حاجة إنه الجهاز مفيش فيه مدخل مايكرو اس دي، فما ينفعش تزود مساحة الجهاز، لازم من البداية تشتري المساحة الصحيحة. هما دول فقط الملاحظتين اللي أنا شايفهم على الجهاز. سابع جزء في الفيديو هنتكلم عن تفاصيل مواصفات الجهاز. لو شبعت من الجزء اللي فات تمام، لو لسه مكمل معايا لحد هنا سيب لي تعليق انك انت مكمل لحد اخر الفيديو. الجهاز بيدعم شبكات الجلوبال سيستم فور موبايل، شبكات الجيل الثاني، والكارير ديفيجن مالتيبل اكسس، والهاي سبيد بروتوكول فور اكسس، دي شبكات الجيل الثالث، والاي فيديو او واللونج تيرم ايفالويشن، شبكات الجيل الرابع، وكمان شبكات ال5 جي او الجيل الخامس. وزن الجهاز 205 جرام، تقيل نسبيا، انا بعتقد الوزن المتوسط حوالي 180 جرام. الشاشه اتكلمنا عنها كتير انها بتدعم تردد ال 120 هرتز، وكمان دولبي فيجن و اتش دي ار 10 بلس، اللي بيوازن توهج الاضاءه في الشاشه، علشان لو فيها اماكن فيها اضاءه متوهجه واضاءه خافته، بكثافه بيكسل 520 بكسل بير انش، وبطبقه من حمايه من نوع جوريلا جلاس الاصدار السابع او جوريلا جلاس فيكتاس، جاي باندرويد الاصدار 12 بواجهه شاومي يو اي الاصدار 13. معالج الجهاز هو الأفخم على الإطلاق بين كل الأجهزة المنافسة، مقدم من شركة كوالكوم، نوعه سناب دراجون 8 جينيريشن 1 أو اسمه كمان SM8450، مبني بمعمارية 4 نانومتر وهي الأفضل على الإطلاق. الرقم ده كل ما بيقل معناها إن استهلاك المعالج للبطارية أفضل وكمان أداؤه أفضل. جاي ب8 أنوية، منهم نواة بسرعة 3 جيجا هرتز، و3 أنوية بسرعة 2.5 جيجا هرتز، والأربع أنوية اللي باقية بسرعة 1.8 جيجا هرتز. معالج الرسومات كمان أو الجرافيكال بروسيسنج يونت كمان مقدم من شركة كوالكوم، نوع أدرينو 730، وهو ده كمان الأفضل على الإطلاق من شركة كوالكوم. زي ما قلنا في الملاحظات انه مفيش مجال انك تزود مساحه الجهاز بمايكرو اس دي، ولكن الجهاز فيه تقنيه اليو اف اس الاصدار 3.1، دي اللي بتخلي سرعه نقل الملفات، لو بتنقل ملف من الموبايل لنفسه او من موبايل لكمبيوتر او من كمبيوتر للموبايل، بتبقى نقل ملفات سريع جدا على غير المعتاد. بالنسبه للثلاث كاميرات اللي خلف الجهاز، الثلاثه زي ما قلنا 50 ميجا بكسل، ولكن الكاميرا الاساسيه بفتحه عدسه اف على 1.9، دي معناها ان فتحه العدسه كبيره جدا، لانه الرقم زي ما قلنا قبل كده كسر، يعني اف على 1.9، وبالتالي كل ما العدد اللي تحت يقل معناها انه قيمه العدد الكليه بتزيد، وبالتالي فتحه العدسه اكبر، وبالتالي بتلتقط اضاءه اكبر، وبالتالي صوره اوضح. اقل رقم انا شفته في الاجهزه المنافسه هو 1.5 اعتقد، ف1.9 ده رقم كبير جدا. بتدعم كمان الاوبتيكال ايمج ستابلايزيشن او التثبيت البصري للصوره. الكاميرا الثانيه كمان 50 ميجا بكسل بنفس فتحه العدسه اف على 1.9، ولكن بتدعم التكبير البصري لحد 2 اكس اوبتيكال زوم. الكاميرا الثالثه كمان 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اقل شويه اف على 2.2، ولكن بتلتقط صور عريضه جدا بزاويه 115 درجه علشان تلتقط صور البانوراما وغيره. طبعا الكاميرات فيها تقنية الدول تون، وكمان فيها ال HDR اللي بيوازن توهج الإضاءة لو أماكن فيها إضاءة متوهجة وإضاءة خافتة، وبيصور فيديو بدقة 8K لحد 24 إطار في الثانية أو 4K لحد 60 إطار في الثانية. كاميرا السيلفي كمان كبيرة 32 ميجا بكسل، والجهاز فيه ستيريو سبيكر رائع جدا، والصوت بيطلع من الجهاز مجسم، مفيش مدخل 3.5 ملي جاك أو مدخل السماعات التقليدية، ولكن الستيريو في الجهاز جاي بتقنية هيرمان كارتون. أنا ما بفهمش كتير في الأصوات، ولكن اللي بيفهم في الأصوات ممكن يقول لنا إيه ده في التعليقات. الجهاز بيدعم الواي فاي الاصدار السادس، وهو الافضل على الاطلاق، وكمان بلوتوث الاصدار 5.2، وده كمان اخر اصدار في البلوتوث على الاطلاق. وفي الجي بي اس كمان في الاوضاع المختلفه زي الاي جي بي اس او الاسيست جي بي اس او الجي بي اس المساعد، اللي بيكون عنده فكره عن اماكن الاقمار الصناعيه قبل ما يلتقط الاشاره، وبالتالي مجرد ما تفتح برنامج الخرائط تلاقي لاقط الاشاره على طول. وكمان الجلوناس اللي هو اعتمادا على الاقمار الصناعيه الروسيه، وغيرها من الخدمات المختلفه للجي بي اس. كمان في الان اف سي او النير فيلد كوميونيكيشن، وفي كمان انفراريد بورت علشان تتصل بالاجهزه اللي حواليك، او انك تتحكم في المكيف والتلفزيون والحاجات اللي حواليك. مدخل اليو اس بي في الجهاز هو الاصدار الثاني، والمستشعرات اللي موجوده في الجهاز زي ما قلنا بصمه الاصبع على الشاشه مباشره، في كمان الاكسلروميتر ده المسؤول عن التدوير التلقائي للشاشه، والبروكسيميتي سنسور ده اللي بيكون جنب كاميرا السيلفي اللي بيقفل الشاشه لما تحط الموبايل على خدك او تتكلم مكالمه علشان ما تدوس على حاجات وانت مش واخد بالك، والجايرو او الجيروسكوب ده اللي بيحس وضع الجهاز اذا كان افقي او راسي او مائل، والكومباس هي البوصله والبارومتر.
اخر حاجه بطاريه الجهاز العملاقه جدا 4600 ملي امبير للساعه، بتشحن بالشاحن اللي موجود في العلبه بقدره 120 واط، ده بيوصلها من الصفر ل 100% في 18 دقيقه فقط. وكمان تقدر تشحن بالشاحن الوايرلس او الشاحن اللاسلكي بقدره 50 واط، ده بيوصلها من الصفر ل 100% في 42 دقيقه فقط. كمان تقدر تعمل الريفيرس وايرلس تشارج او انك تستعمل الجهاز كمنصه شحن للاجهزه الاخرى بقدره 10 واط. دي كل حاجة. ما تنساش طبعا اوعى تخرج من القناة من غير ما تعمل سبسكرايب او اشتراك في قناتي، وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. خد لك كمان لفة على الفيديوهات التانية، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.